لأنها صارت مشهد مهم في الحياة الصحية، وهالشي بتضمن التأمل والحفاظ على التوازن بين العمل والحياة والتركيز على الحصول على نوم جيد وكافي ليصير أكثر فعالية في تعزيز الصحة والعافية. سلام. مفهوم الحياة الصحية أو الهيلثي لايف ستايل بتركز على تعزيز الرفاهية والصحة من خلال الاختيارات الواعية اللي منقوم فيها يومياً، وتوجه كثير من الأشخاص اليوم نحو تبني هذا النوع من نمط الحياة، واللي بيشمل تغييرات في العادات الغذائية الصحية، النشاط البدني المنتظم، النوم الجيد، والراحة العقلية والعاطفية، وتناول الأطعمة الكاملة والطازجة، الاعتدال في تناول الكحول والتوقف عن التدخين، والقليل من التأمل واليوغا وقضاء الوقت في الطبيعة. كلها عناصر يمكن تشكل جزء من نمط الحياة الصحي، ومنها النظام الغذائي النباتي واللي بيركز على تناول الأطعمة النباتية فقط مثل الفواكه والخضروات والبقول والحبوب الكاملة، يعني من الآخر بتحولوا ويصيروا فيجيتاريان. ومن فترة طلع موضة الكيتو دايت، وهو النظام اللي بيحتوي على نسبة عالية من الدهون ونسبة منخفضة من الكربوهيدرات لتحفيز الجسم على حرق الدهون للطاقة بدل من الكربوهيدرات، مصاحب هاي الأنظمة الرياضية المنتظمة، لأن النشاط البدني جزء مهم مع أي نظام صحي. الجري، السباحة، التدريبات القوية، اليوغا هي بعض الأنشطة الشائعة، وصار يساعد هاي الأنظمة تطبيقات الصحة واللياقة البدنية الموجودة بتليفوناتنا وساعاتنا الذكية، واللي بتحسب عدد السعرات الحرارية المكتسبة من الأكل أو المحروقة من خلال الرياضة، واستخدام التكنولوجيا لتتبع النشاط البدني والنظام الغذائي والصحة العامة. اللافت بالموضوع هذا هو الاهتمام بالصحة العقلية بجانب الشق الجسدي، لأنها صارت مشهد مهم في الحياة الصحية، وهالشي بتضمن التأمل والحفاظ على التوازن بين العمل والحياة والتركيز على الحصول على نوم جيد وكافي ليصير أكثر فعالية في تعزيز الصحة والعافية. أضف إلى ذلك الرجيم الكيميائي والصيام المتقطع والصيام الطويل وغيرها من هاي الأنظمة. واعتماد أي نظام صحي كأسلوب حياة له أهمية كبيرة على حياة أي فرد منا، لأنه بيأثر على الصحة العامة وبيقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. ونظام الحياة الصحي بيساعد على تعزيز الطاقة وتحسين التركيز، وبيسمح بأداء أفضل في العمل والأنشطة اليومية، أضف لذلك صحة عقلية أفضل. وما بدنا أهم إيجابياته اللي هي المساعدة في الحفاظ على وزن صحي وتجنب مشاكل السمنة، عدا عن العديد من الدراسات اللي أظهرت إنه الأشخاص اللي بيعيشوا حياة صحية بتمتعوا بعمر أطول مقارنة بالناس اللي ما بيتبعوا أي نظام صحي. لأن الأشخاص اللي بيتبعوا نظام غذائي صارم بيواجهوا صعوبة في الأنشطة اللي بتتجمع فيها الناس واللي بيكون فيها طعام وأغذية، وكمان منلاقيهم دائمين قلق حول الطعام اللي ممكن إنه يسبب زيادة بالوزن، واللي بالنتيجة بيؤدي لعلاقة غير صحية مع الطعام واللي بنحكي لها food disorder. ومن أهم المشكلات اللي ممكن ما ننتبه لها أو ما ينتبهوا لها الأشخاص واللي بيتبعوا نظام بدون مشورة أخصائي الأغذية هي النقص في العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن، اللي بتسبب حرمان الجسم من العناصر الغذائية الأساسية اللي بيحتاجها الجسم للعمل بشكل صحيح. أما التأثيرات النفسية فبتتمثل بالحميات القاسية اللي أحياناً بتسبب ضغط نفسي للشخص، بما في ذلك الاكتئاب والقلق. والأشخاص اللي بيتبعوا أنظمة الدايت الصارمة بيلاقوا إنه الوزن بيرجع بمجرد التوقف عن هاي الحمية أو اللي بيسموه بدورة الحمية اليويو. أما المخاطر الصحية واللي سببها الأنظمة الغذائية القاسية من الممكن إنها تكون غير صحية وبتسبب مشاكل على المدى الطويل. هلأ نيجي لمكملات الدايت واللي بتكون عادة مغرية كحل سريع لفقدان الوزن، بتحمل مشاكل ومخاطر منها فقدان الوزن غير الصحي وغير المستدام على المدى الطويل، عدا عن الأثار الجانبية اللي بتتمثل بالتوتر والأرق وزيادة ضربات القلب، الصداع، الإمساك. وفي بعض مكملات الدايت ممكن إنها تحتوي على مكونات غير معروفة أو غير مختبرة وبالتالي بتكون ضارة، وممكن هاي المكملات تتداخل مع أدوية أخرى ممكن
إنه إحنا نتناولها لأمراض تانية. لهيك المكملات دائماً لازم يتم أخذها بإشراف طبيب أو أخصائي التغذية. الزبدة بالموضوع، وللحصول على حياة صحية بيتطلب منا التخطيط والالتزام من خلال التوازن في النظام الغذائي اللي بيتضمن بروتينات وكربوهيدرات وألياف ودهون صحية وفيتامينات ومعادن، وما ننسى تناول الخضرة والفواكه اللي بتحتوي على الكثير من هاي الفيتامينات والألياف اللي بيحتاجها الجسم للأنشطة اليومية، والأهم من ذلك شرب المي للجسم للقيام بوظائفه الأساسية، والتأكد إنه شرب ما يكفي من الماء كل يوم، وممارسة الرياضة والقيام بالتمارين البدنية بانتظام سواء كانت رياضة معينة أو حتى المشي لمدة 30 دقيقة يومياً على الأقل. الحفاظ على وزن صحي، لأن الوزن يمكن إنه يؤثر على الصحة بشكل عام، وبالضرورة يكون الوزن ضمن المعدل الطبيعي لطول الشخص، والحد من السكر والملح لأن استهلاكهم بكثرة بيسبب أيضاً مشاكل صحية تانية. ما بدنا ننسى النوم الجيد وجودة النوم اللي هو جزء مهم من الصحة العامة، والحفاظ على الفحوصات الطبية الدورية للتحقق من الصحة والكشف عن أي مشاكل محتمل في مراحلها المبكرة. نتذكر إنه التغييرات الصغيرة والتدريجية غالباً ما بتكون أكثر فعالية ومستدامة من التغييرات الكبيرة والمفاجئة. المفتاح للحفاظ على الوزن الصحي ونمط حياة صحي هو التغيير الدائم والمستدام في النمط الغذائي ومستوى النشاط البدني، بدل من اتباع حمية معينة لفترة قصيرة. إن شاء الله دائماً عقولكم وأجسادكم وأرواحكم تكون بخير وبصحة وعافية. أنا شادن صالح، لا تنسوا تتابعوني في برنامج جدل على شبكة منصات اللي لينكاتها ظاهرة في أسفل الشاشة. سلامات. Thank you.